السلام عليكم، معكم موسى من موسى قناة موسى جيمز. رجعنا جديد للعائلة تيكت تو ورك. او ماي جاد، عنده دوام وجوعانة غير جوعانة. اوبن اخذي اي شيء عادي، اكلي اي شيء. لا باخذ كويك ميل. كويك ميل كريستوفر. اوكي اكل، عندك دوام صح؟ او بعد 3 ايام، بعد 3 ساعات. اوكي مهمتنا بس اهم شيء هذا، قومي. عندها دوام بعد 2 ساعات. او ماي جاد، وظيفتها مستواها اقل. طبعا رجعنا للعائله هذه. مثل ما قلت لكم ان حسران احدها، ودي اكبر بيتهم اللي ورا واعطيهم مساحه. المهم ان ما علينا كل شيء هذا، بعطيها بس وظيفتها وخلاص. خلاص تروح الوظيفة، لأن صار لي مدة ما لعبت وبلعب فيهم. متحمسة أسوي قصص. ون اور. اوكي اكلي قبل تروحين. سولفي ليش لا؟ سولفون عن فامباير. اوكي كريستوفر شكله يبي فامباير يسوي تجارب عليه. يمكن بروح له. يمكن اخلي كريستوفر يروح يحجز فامباير، مو يحجز، يرهن رهينة فامباير. فكرة حلوة. شنو بسوي؟ طبعا تقول ليش بسجل كل هذول الفيديوهات؟ مو فيديوهات، شنو بسجل فيديوهات؟ اكيد بسجل فيديوهات. اوكي انا جاتي هني دوامها. انا بليز ويت. بكر يمكن، بس ليش تبي تعرف عن وهني؟ خلينا نشوف شنو. منو اول شيء؟ فليشا. اوكي حسبالي. بس منو المرضى عندكم؟ زبالة، المكان كله زبالة. بيبر، هذه رعاية البار. كيانا، ما اعرفهم. تبي جريت تيك تمبرتشر. اوكي تعالي هني. تريت، لا 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 من الحين تريت لا. اوكي اوريدي عالجوها حتى هذه بعد. وات جاي، ما في مرضى هني ليش؟ خلنا اعالجهم. اوكي هجرب. طبعا المفروض ما يصير، بس هنجرب. اذا غلطنا راح ينزل مستوى. يلا لا كوزين. اطلع، خلنا اعالج هذه ستير ايز. اسمها شو اسم المرض؟ ستيري ايز. هذه ستيري ايز. لازم صورة يا جماعة، لازم صورة. أعطيه ثانية. أوكي ما في مرضى صح؟ بلا في بنت صغيرة جاية. أوكي كيت راحت الشغل. ودي اخلي عنده لوجيك ولا لا؟ تن جاردن. اوكي عالجت، خلنا تعالي هني. راح بي بالبنت الصغيرة. ادمت، دخليها. شكو شات بليز. ما حسبها صح؟
production تعرف عليهم. اوكي هذا اللي كنت بشوفه. اشوف اذا عائلتي بيدخلون ولا لا. وفعلا روز جت هني. اوكي بدخل روز بدخل الولد الصغير هذا دارلي هيلز. او ماي جاد شكله طلع. عرفت المرض ماله اللي طلع حرقه مو حريقه صوت صفاره كان صفاره. شيل اللي قاعد هذه شو تسوينه زين انت سيسترز ليش ما تساعدين انت نيرس ليه ما تساعدين بعد بليز. زين ايش فيها فلورا مريضة مو طالع شيء اذا كانت مريضة مرضها شنو مرضها. اوكي بيبو منها تعرف على ثلاثة بيشنتس. ليش مطالع هني سيريسلي. اوكي اوكي مو هو خلي اخذ يكون تمبتشر يلا. ليش راحت ها مصجها. اوكي اوكي مريضة شكلها فيها انفلونزا. ميفوا اصبع ماري شرويبل. اوكي اخذ التمبرتشر و Lab for sample. Oh my god. اح 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 اح. لازم خلي تدرب على اللوجيك. هي و لازم خلي تدرب على ال ears. لا انت بليز انسي الغد انسي الاكل شوية انسي الاكل شوية بليز. Oh my god شو هي تضحك هستيريا. بعد يبون شيء يبون يسوي لايزر بس خلينا نسوي ايز. اي لازم صورة الصورة هذه احلى. اوكي بليز لا تقولي اني بعطيك شيء ثاني بعد. كلمي معاها عن ال عطها كلين. اوكي ماري شرويبل. اوكي ترانسفير يبونها تعطي الدكتورة. أعطي الدكتورة لازم تتعرف بعد هي يبونها تتعرف. أنا خربت على نفسي المفروض تعرف عليهم من أول من هني. من اللي جانا؟ فريندلي ليش لا؟ فريندلي فريندلي. مع قريب مع انها حاطينها ان تعرفت على روز بس ما ادري ايش راح يصير مع نتيجة. اوكي زين سولفي مع الأطفال أعطيهم نصيحة إن عن الصحة. أنت مو نظام الدورات اللي يتكلمون عنها. أه.
رجعتي مرة ثانية ليش؟ مسرع مرضتي مسرع مرضتي. او ماي جاد خلنا ندور على اوكي خلصت منها ابديت بليز خليهم مو ابديت لوج نسجل البيانات وبحثي عن الصحة ودي اعالجها بس ما اقدر اعالجها لان حد الحين مرتبة الثانية انا ما اقدر اعطيها يعني ما اقدر اعالجها كلش الا الدكتورة عالجتها والدكتورة شكلها مطولة ابيها تترقى بسرعة عشان ارتفع ف اوكي تعال هني اسكاس واخذي عينة تعالي يبون بعد شوفي ايدنا ها ابي يمتلي يمتلي هذا كله يمتلي بيخلص بعد ساعة stay late بخليت قاعد قليل يعني متأخر على الأقل عشان علامة ears will eyes علامة يرتفع عندها على الأقل هذا كله وبعد أبي شيء يسويه أبي أرفع اللوجيك عندها السكيلز لوجيك عندها وعند كريستوفر لأن بالوظيفة هذه اسهل شيء اسهل شيء يعني اسهل شيء عشان تترقى بسرعه وتاخذ نتائج اعلى من المرض تاخذ لك شو اسمه يعني باللوجيك سكيل ترفع لوجيك سكيل الباور الباور باور تعالي هني اوكي بس يبي لها شويه ندفع تعالي هني بليز اوكي واخيرا سويتها الحين روحي اكلي روحي اكلي روحي خلاص اكلي واخيرا على غير مدينة يعني خلينا على الاقل صرنا جود يلا ما علي خلنا نطلع من الدوام متى ينتهي الدوام الساعة 5 اوكي امشي قاعد تلعب لا اكل خلي تاخذين اللعبة معادش اخيرا ترقت حلو وخذينا في 25 خذينا تقريبا 1000 خذينا فلوس يعني ان فلوس ندفع فيها شو اسمه يا الله لحظه او ماي جاد انا حاطه الدكتور وما تعرفت عليه ليش لا 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 لا, لا يكون اوكي خذت الوظيفه رجعت تعالي ادفع الرنت ادفع اجر الفاتورة المهم لا انا حاطة دكاترة بس ليش مو طالع عند طبعا مو جيران هني منطقة ثانية كريستوفر تعال ايش ما سويت ووتر ابي اشتري اللوجيك سكيل بشوفها اسمها كيميكال سيت تتوقع لحظة كتبتها بالعربي ااا
كيمي وينها؟ لحظة ما راح ألقاهاني. اكتيفيتي سكيلز طبيعية وينها هذه يعني في ثنتين هذه انلايزر حق السكيل حلوة حق الاس حلوة زينة حق ال وات اتوقع عشان الصور يمكن وعشان غرفة لحظة بي بي دوت موف Object. Okay. يمكن بحط الباب هني. لا. باب إيش ما راح. تدري شلون راح اخلص كذي عاد ما راح اغير شيء ما راح اوهق نفسي بعدين تعالي انتي ابيك براكتس وعلى الاقل حتى يضمن نفسي يعني اضمن المهم ان احظى خلنا اوريكم اللي اقصد انا منو اللي اقصد الدكتور المستغرب ما جابوها يعني ايش ما حطوها انا وظفته بنفسي فهمتوا اني حاطته دكتور وخلاص تعرفون الدكتور اللي كان مع اللي كان مع الدكتور اللي مع شارلك دكتور جون هذا اللي هني بالضبط انا مثل ما حطيته حطيتهم اثنينهم يشتغلون ليش مطالع ليش شكله بدخل يمكن اعدل عليه يمكن اعدل عليه المهم طبعا انا لازم انهي الحلقه هني لان انا بخليها حلقه بسيطه وصغيره يعني فان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه هالمره مع دوام كيت يب مع دوام كيت شكرا على الحلقة الجاية ومع السلامة.